أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذا يقع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات نحو هذا الرجل، فإن هذا مثلا إما موضوع لمفهوم كلي بشرط استعمال في جزئياته أو لكل جزئي منه، ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي ولا في واحد من جزئياته، بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه، إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه. فتوصيفية عفو أو المستعمل فيه، فتوصيفه بالرجل يرفع هذا الإبهام لا الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنه موضوع له. وكذا يقع به الاحتراز عن أتف البيان في مثل قولك أبو حفص عمر، فإن كل واحد من أبي حفص وعمر مشخص موضوع لشخص معين لا إبهام فيه، لكن لما كان عمر أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص لعدم الاشتهار لا الإبهام الوضعي. لدرسي صدو ينزدين لدرس كان شرحي جامي بحال درسي بيشو خليك بلام سنديرك ما خوين بلان كاتي زور برت بلام وادر دكوي بخوين نوع عبارتك عفو وادر دكوي بخوين نوع عبارتك ام درسج وقت درسي بيش دا كات دقريه أوشك نختاي منو نختاي كسا تبيعتي كتابك وايا ومن وان بلاو السيرك إيوايا أم كتابي تدريس كردوا حرب روشتن بسريا روشتوا أو مزور بلاو السيرة أم شويني أو نيتو جا بداخو هندك درس تومار كلاو إنسان جوان لدقريتوا جگه لو نبی که فقی کدلا بالا هیچ تیچ که لبابت که حالی نبی. اما هندی جرب و خم عادت ما اگر مجالم ببی جو دگریم لهندی کس که ام شکاری آنیا کرد و هندی کن براسی استاد نو بریز نو زور زور کارکان جگه تقدیر و نرخ و جگه وی که بچای ریز و حرمت و قدر و بوان بروانی که واقعا زحمتی باشی انجیش آوا والله هشك درسك بفقيك دل الجيجا لو نبيك لبلي فقيك حالي أمن مطمئن من لو نما مصاك لي حالي نفقيك لي حالي جاء وإواد إلى دقر دل ما مصاتو زورت بيته رازك أخو بيه مجي بلان أخو خوتو دي أم عبارة أخو مدور آوى بيكرا وكردي إما دوشت من هبرا كردنا وبا كردي شتيكا شرح كردن شتيشيكا أغا تو بيكيتو كردي چیله پیدا ده بی؟ کاملا خلق پیدا ده بن سطحی باشه، یعنی با کردی و با کتی بی علم بی زانست نه نو ناوروکی بابت کوا نه نو عنقش تکوا اویا تروانین بو همش تک سطحیا او بن زانانه بوش تکرتن اما دوایا بجی اوا ایما زانا پرور بین نزان پرورد بین لواقع او زور زور مترسی داره ولفق لسردمی امدا که مغدم جامی دخوند را تعم بنی سالی پیده چو خلخو نبو که که او ملانه لخو اوندان وخد پیده چو که تایو بفقیان گوتو ای بیگمان هرواشه دبی پیده چه و ام کتیبه نابه لشخص حفته درسه تاو بید غدره نابه دبی لنزیک صد درسه بید بيجمان بن لودا بيجمان بن لودا شونك لو كمتر يعني حق كتابك أدانا كده براسي أو بحسك كامل اللي رداوي إبرحو
ئێستی ئەمە بینەوە سەر ئەسلی بەحسەکەی خۆمان بەحسەکە من ناچارم بڕۆم سەر بابەتێکی منطقی بۆ ئەوە کە شەمەیەک لە بابەتەک حەلجوکە مەسەلا ئێستێ ئێمە باسمان کرد کە ئێمە فەرمووی ئیرادێک ئەمە جوابی ئیرادی ڕەزیماندایەوە کە فەرمووی سابت لە مستەقل لە لغەتا بمانە سابتە و ئەو ئیرادەی کە ڕەڵی گتی لە دەرسی پێشدا باسمان کرد ئیرادەکە بە هەر حاڵ ئەوە باسمان کرد کەوتی فڵانی و فڵانی دێنە ژێر تاریفەکە و لە نەتیجا تاریفەکە عیبدارە دوایە کە جنابیان هەر لەوێدا باسی کرد کە مستەقیل ئەها چاول لێ ئەی ثابتە ڕاسخە فی المەعنە الموضوعی لەو من حەیسو نۆ مەوضوع لەه ئاوە جا ئیتر شی کارێکی باشی کرد ئێستێ هەر لە درێژەی بەحسەکەی پێشدا بحثي لو كل أمزا ك فنوي بمستقر أو قيدك قيدك احترازية خلاصة كلام اشتاق وكو جارية لم مثال دا خلاصة كلام دتي تدروا أما ك وبرتميزناك واقعا باشا كابلا بلا ريتو أينا جارية صفتي شو رفع إبهام دكا ديخو أو لقل تميزا بو بيك أو باس ماكر إسي هاتي نسر وصفي أسماء إشارة ئاها ئێ زۆر چاکە جا ئێستا لێرەکانەدا مەسەلەن من بیکەمەوە بە کوردی مەبەستمەوەی با من شتەکەی خۆم نایسەپێنم بەڵام سابتی دەکەم سابتکردن جیا لەگەڵ سەپاندن دەباشاکەم دەیکەمەوە بە کوردی وەحتە ڕەزە بیهی عەفو وەکەزا یەقع بیهی بیەچێتەوە بۆ مستەقر هەر بەو شێوە واقع دەبێ بیهی بە مستەقر خۆ پاراستن لە وەسفی مبهەمات مەبەستی ئەسماء ئیشارە و مەوسوول ئەتوانێ هذا الرجل يسك الرجل صفتي هذا زرت فإن هذا مثلا باشا يعني كلمة هذا إما موضوع لمفهوم كلي بشتى استعمال في جزئياته يا داندرا بمفهوم كلي بمرج بكار هناني أو هذا لجزئيات كلية كمفهوم كلية كذا أو لكل جزئي منه يا داندرا بو هر كل جزئيك منه التي لجزئياتي أو مفهوم كلية إذن ولا إفهام في هذا المفهوم الكلي لو مفهوم كلي ده إبهامية ولا في واحد من جزئياته ولا جزئيات لدانيك لجزئيات كشدة نية لواقع باشا بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له بل إبهامك لو سرت أو دقري من شاك أبي كموضوع له كمتعددة لواقع ده باشا أي المستعمل في يا لو بكاد جلك لواقع ده سيبلا لبكار هنا أنا كيا مثلا بكاد جيدة جالنت يا فتوصف بالرجلي خلاص يعرف هذا الإبهام أو إبهام لا دبا لا إبهام لا الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث أنه موضوع له نجو إبهامي كوا لواقع ده لموضوع له كاهبت دي ما بكد مو بكلي ده شيء لحالي بو دبا ورو قناعتهم به من امشت دلم لواقع دا ام بخوم لي حالي نبو ماو جا ام جا كابرا بلا مجي حالي بجوين لحالي بو ما مستاق بو فقيه كي بو جار بزار هندي بابتي دروي درسك بهندرت بو فهمي بابتك كان بيموا بي بيكالي نبو ما مستاق فقيه كي بو هرچي دي قلت هدي قبلا حالي بو درسي كي قران يا خوين وابزام لمختصر دابو لكو دابو يا لعبدالله عزيابو برحال وما مسألة حالي نبو كتير باشا إذا برحال إيه ما مسألة بخوي دي حالي نمشي شيء وفقه وتيه بلو زمزم ما مسألة برسي أري دي إمزا كاكا فقه حالي بولي تي أري والله قربان جوان جوان لي حالي بوم تي فرمي والله من زور زورم بيسير سويم بخو أم بخوم نايزانم أم بخوم لي حالي نبو أخر باشا توچون لي حالي بي لي ركان ده است امشت آواج کسی بله علاوه ای تو خونت و لی حالی بم بر واقع نعتم براز نکه چون که بخوام لی حالی نبوم تا خود دکلم داشت که حالی نبوم کابره جولم دکلی لی حالی بیم خور من است اما بین سر مفهومی بین سر کل و کلی باشه از وقت که اما بشه ویکی زوزر گشتی اما ربطی به منطقه لاقه ده باشه جزئی من هیا لبرابر جزئی ده کلی من هیا باشا كل من هي لبرابر كل جدا جزء من هي أو يعني كل جزئي أو كل جزء أبا مشاوي جزء أجر سادة أو يمكن توصيف يمكن اشتكى كوا خلاصة كلام مشخص به بلام بس زوران ده صدق نكا وكو مثلا
تو دلي زيد إذا زيد صدق ذكاء بس هي كذا يا مثلا دلي هذا القلم أو قلم إذا أو قلم صدق بس هي كذا ده بس أفرادي ك لو قلمي صدقناك يا زيد بس زيداني كذا صدقناك أو جزئي لا بلا بري ذاك كلي هي أم ذا كلي شيء كلي أو كا معنى كي خلاصي كلام مشخص نبيت باشا معين نبيت دياري كلام نبيت بلكو معناه كي عام بي صدق كا بسر زوران دا وكو إنسان باشا إسا إنسان ما كلية لواقع لبو شون وكو مشخص ما بس كسي جنية لي ركانا كي إنسان شوية باشا دي لنتيجة دا معناه كي عام هي صدق دا كا بسر من جدا وتوج دا وأوج دا وأوج دا وأوج دا وأوج دا إيه أما أو أمزا كل من هي للايشكا وكل شيء كل أويكا لدو جزء يازيات لدو جزء في كاتبه أأوي بحثك باشا إيه جاء أمزا كدلين أمشتا كلية يا كلة أما فرقي شيء كاكب شو بوجود بقول باندك بيان بوجود شو بقول باندك إيه مثلا دلين أمشتا كلية يا كلية أما نتعرف أن توضيح حبدم شو من حر خوشم لما تقنع بابي تام بلان بلان نتعرف نش هندي زار هدي بتوضيح يعني اشتام لي نيت هاد شيم بيا دلان بيا بلان دعاء بابكم بقى اشتام لي بيد حوصل من العلم أنت نازم بوها حوصل من لينيا بس دلان أمشتا كلها يا كلية فرق كيتيا هو يعني أمدو كلمان أم تتماشى ده كي بوكو يكن أما كله كلي من ده هو يا أواني مش دني بيا ويتابو مثلا أم حكمك كلية يا كلية يا حكمي كل يا حكمي كلية بياي مشد بياي يا ببيا برزا أقدر أمشتا كلية كلة كل أويك حكمك بو حر خلاصي كلام بو تواوي أفرادك صعبنا بالواقعدة باشا بلكو حكمك وقت لشونا كلام أم حكمك كلة لواقدة واقدة ببصر كليك بحمل بصر مجموعك يعني كوي قشتي كي نقدان دانان باشا جاويسي مثال تام بودين مودوه بلان لكلية دا كلام حكم حكمي كلية نكلة باشا حكمك لواقدة بصر هر دانة فردق لأفرادي أو كلية دا واقدة بيت جيجي بي. مثلا تضلي كل إنسان مثلا حيوان أمل يركان ده هر فرديك محكومة بإنسان بون باشا بلام لكل كده بوشيوني لواقد إيه باشا كاكا إيه زوتك أمزا لبرابر مثلا لبرابر كلية ده جزئية هي باشا أويا لجزئية ده دلنا محكمك حكمك جزئنا حكمك جزئية آوة باشا أويا كا لواقع نفس الأمر ده حكم ذكرت لواقع دا بوصل برق لأفرادك باشا ايه برق لأفرادك جائسي بباري إثباتها بباري نفي دابت مثلا تقول لي بعض الحيوان إنسان باشا هم باري وانكا بباري إجابة بباري سلبي شاد لي مثلا ليس بعض الحيواني مثلا بإنساني قصيكي جوانا جاءوا أما بصورة كرت مختصر كمان بس مش تعرف كمان اشتيش كمان هي كتاب كمان هي السلم السلم هو نظم كلام منطق ده نظم كي خوش ونظم لغة تانية عربي بهاشي بير دري لواقع ده باشا توضيح شعرك هي كبلان بشعر هناتي شعركان تشوين مواني سيبيتن باشا على الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية أو قربان كلي وكو بومباسك الدن لفظك كوا اشتراك دقينت لا برابر دا كجزئي هي او هيك اشتراكي لفهم ناكرت اسا مثلا اسد اشتراكي لفهم ناكرت بحر شعر دا قتري اسد جزئي بحر لفظ دا قتري كاشتراكي لفهم ناكرت وكو عمر كما اشتراكي تداني لواقع دا باشا
باش أنا وكلي أو جزئي أم جا كل كلية أم أنا يا جزء جزئية أم أنا لما ددا وكدبيني يجمع دان هي باشا إيه كل وكو باس ماكر لواقع نفس الأمر دا مجموعي أو محكوم عليه كيا مجموعة كي جاب بزاري تسبب بلاني إجابة بلاني مثلا سلب دا باشا مثلا تظلي أهل الأسر علماء أيوانيا أما اللي ركان داني أوانيا هرهم ينوابن يعني كيان دا عالمة آوة يا بسلب مثلا بونمونا ما أعطيت كل العشرة من همو دي كم ندا أو بو معنان يعني دجاتين يكوا بشي كدابي همو الندابت مثلا بو نمونا باشا إيه كل يش أويك حكم دكري بحسر حرف دي الأفراد كده أي تلاني إيجاب تلاني سلب باشا مثل الله كل إنسان قابل للفامي أما يعني واقعا وايا حتي إنسان وايا أهليتي وهي كشد وار بقري وشد حالي ببي باشا بنفيا مثلا دلي كل حمار غير قابل للفهم حتى شي جدر يجاك شد ورناقل راسته وايا اذا تركا امجا جزئية شيا اويكا وكو باسم كالحكم دكري بسر براق لأفراد كيدا باشا بسر براق لأفراد بإجاب مثلا تولي بعض الأزهر علماء وايا يا بنفي بعض الأزهر ليس علماء قصيش جوانا ايوانيا اذا تركا أمجا جزء إتشيا جزء أويك لو تركيب ببي لو لغيري أو كل باشا إيزو تشاكا لو لغيري أو كل لك تركيب ببيت أو كبيضلا جزء لواقع دا باشا شونك كلوكو عرض ما كدن بونمونا مثلا بونمونا توضلي مثلا خيط استخيط بونمونا بو حصير أو هودا هودانا كوا حصير كي اللي تندراوت وما هداني يكي خو جزء شونك لو لوكي كا مثلا تدبيني أم كل درز وكوات شكوا بلين حصير جا عرضي بلاي خوما كم تشيب يدلا مصنف لو كتابة داك أخوين مو السلم باشا كتابي كي باشا السلم واقعا من قولنا دم بلان أجر خدا مجال بدا والله بيام خوش شرحي بكتا شونك بنظمو اشتيكي ناخوش يجنية خوش لواقع دا جاء واقعا اشتيكي تايبتيا اكاسيكي شا بناوي اخضري مشهورة باشا اتر لصالي نوصو هشتاوسي كوتشي دا كوتشي دو اي كدو اخوالي رازي بي او كدل كل حكمنا على المجموع باشا يعني كل حكم كدني ايام يا بسر مجموعي يعني بسد جملي افراد كذا بوجهتها ككوكرا والنج جاب زي بسر هدان دانا عنده مثلا تودبيني دلي كل بني تميم مثلا بونمونا جاء تميم اجر غير منصرف بينا لو منصرف بينا غير منصرف لدوتي هاتبه مثلا دلي يحملون الصخره فالعزم مثلا برديك جوره على ضيق يعني أو جماعتك كوبونا ولو نك عرف فرديك يعني على حدة وبتانية مثلا ما القرآن دهاتو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أمام بس أو يعني نك هردانية كان بتنها يعني أما جمعية كبيدة وثل الثمانية أم عرش هل دقرن مثلا بونمونا باشا أما كإجابة مثلا بونمونا إيه جاء أمجا مثلا عرزي بلاي خومكم يا مثلا أبو ببار إيجابي أبو ببار سلبا مثلا كو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعض اليديني قلت وقتها بيقوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت صلاة أم نسيت أريوتو نوش كتبو ويا كتبو ويا تولي بلتو فرمي كل ذاك أها كل بلا اشتيش أواه يا عبارتك بخدا وأظانم كل ذلك لم يكن اشتيش أبو شوية أها أها كل ذلك لم يكن باشا أما بباري أو دايا بباري بلين سلبك دا اتجابا شوا أو توجيهك لسر كل كلي جاء بيام خوشني زور إدامي بدم چوكا أم جاء قصي كيزول لسر أو أمن بياناسيكي جزء إمكرينا أو توبته شوازي جورا وجوري هي وأم جاء
لفرق كان يندا لبين فرق لبين كلي وكلي دا كوملاش خلاصي كلام دروز دبيو اذا مرحله الناس بناو او بابته اس اللي ركان دا يملس تعرف في تميج مان كدو ك ان بابته بيز بكبيلن بويك ايما لشتك امز حالي بين كدلتي بم تعريف جزئي وككدم بو كلي وبو جزئي ايتر امز ليتن حالي بلا بابتك اذا تمشاك بابتين وصل عبارتك وكو متن كافية فرمي تمسية فرمي قربان ما يرفع الإبهام أو يك إبهام لا بري أو إبهام كوا المستقر كوتمان ثابت وراسخ لموضع له وكذا لويك الأصل إبهامي تدابت باشا إيه جاء إبهاما لذاتك دا بذاتك تمسكول وتمقدر دوا بحثيك باشا إيه إذا وكذا يقع هربوشة يقع به واقعد به باء المستقر لا تعريف كذا الاحتراز يقع به الاحتراز تي عن أوصاف المفاتي احتراز واقعد به باء مستقر التي لمتن كافية دا لأوصاف مبهمات لصفة مبهمة كان وكو هذا الرجل إذا اسم إشارة أو كبدوي دادي وكو معرف باء البيت اسمه كارمان بوني كا برق دلنا نعتو نعتك غير مشتقة برق دلنا عطف باني يا بدلا هرس أمسي حالة تقصيلك لا إذا اسمه ليلة دا هرس النعد بونك جي رخنية بلان بلا ابن حاجب ودرستا ويمش بمنهج ابن حاجب ليلة دا درينا بمنهج ابن هشام رجل نابت نعد بو هذا وبابزان نوا يا أيها الناس الناس نابتا مثلا نعد بو أيو أو مطمئن بالنوا دا او من لبابي بينجي مغني دا شي كاري كي زور زور مبوك دو غورو بربلاو اسا كارمان بوني بلان بلا ابن حاجب والرجل درس سبب تنعد بو هذا من ظلم هذا الرجل زور تشكا هذاك ذاك اللي رد حاك تنبيه ذاك اسم اشاره بو لاصل موضوع له هو كيتش مفرد مذكره جا حقيقي بيت حكمي بيت كارمانيه اي جالي رد الرجل كلمته وصف بو حاز بو بوچوی پدلان بوزا لره دا قصه لسر او پیدا ده بیت چه شکل لره دا پیدا ده بیت ک ایراد د جیره لم تعریف ابن حازم ک دله تمیز او ک ابهام ک و مستقر لایبره د خو لزاج دا ابهام ک چون دله او مفرد مذکر چی زم چی ریونیه بلانت لم الرجل یعنی او پیاوا اس الرجل دا ک وصف بو مبهم ک کزایا لنتيجة دا دفع إبهامك دو رفع إبهامك دي لنتيجة دا أم تعريفي جناب ابن حاجب تعريفيك كامل خلل ورخن وإيراد وإشكال في وارد بو چونك دبيني وصفي مبهمك وكو اسم إشارة بوصفك هر أو إشي تميزك چونك تو لا تعرف دا وقتك ديك ومنطقي كان بطير تسليم بحثك لسر وكا لبي أم تعريفا هر أو جامع مانع بياني يعني اللي بيشوا هم أفراد كان بينه وأمزا دواي لكولين ويقدكري بفصل يابة فصل تود بيني أوانيك أغيارا بيقانا بأصلي تعريفك بأصلي أو تعريف كلاوك لبي أوانا برونا داري دي ليرا كان دا أو ديتمان الرجل لنتيجة دا دفع إبهامي كر كوا متميز جنيا دي ليرة كان دا تعريفك ابن حاجب سقط أبيش دالي نا حرب مستقر واقع دا بيد خود بدور جرتن لوصفي مبهم كان مبهمات بقشتي لنحو داك دا قدري مبهمات آماجية باسم إشارة وباسماء إشارة وباسماء موصولة لذا لمثال كده ديارة فقط أسماء إشارة هنا وتاو باشا فإن هذا وكو هذا الرجل زمزا چون ام خوب درگیتنا دبیت بمستقر لا 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 حاضر لا وصف مبهمات كالرجل يعني چون المستقر لتعريفك ابن حاجب دا وصف اسم اشارش پراویز دخاو دي خاطه در لتعريفك چون دي خاطه در لتعريفك چون لتعريفك دوري دخاته وانه ها اوش اوا توجيهك هذا فرمي فان هذا يعني لفظ هذا باشا جوان بالا بابتك حالي ببين فإن هذا يعني لفظي هذا برزان باشا ايه مثلا بونمونا إما موضوع لمفهوم كلي باشا بشرط استعمالي في جزئيته
إيه زود شاك جزئية استعمالية تتوبو مفهومة كلية كجزئياتي تتوبو هازاك باشا ك لردا مفهومة كلية إيه زود شاك أو لكل جزئي منه جاء لم نسخي من دا دو جزئيهاته بلان من وقت مراجعة بهند مخطوطة ونسخي كدوا جزئي دو ميتدانية إنا لم نسخي من دا أوهاته أو لكل جزئي جزئي منه بلان حسب زاهد جزئي دو ميتدانية جاء إما موضوع لمفهوم كلي أو لكل جزئي أها أو لكل جزئي جاء جوان حالي ببن بابتك إيه؟ شون إما بمستقر وصفي اسم إشارة كأرجو لديك ندري دل لفظي هذا باشا بونمونا بمثال ليردا لم دو حالة بدرنية لم دو صورة بدرنية يا أو يا زا هذا دان دراوة بو مفهوم كلي هكا باسمان كل كلي تيا بو تعريفي كلي بيشو باسمان كر باشا يا دان دراوة بو مفهوم كلي باشا كوتمان كلي أويا معناك مشخص نبيد صدق يا بسل زوردة يا دان دراوة بو مفهوم كلي بلان بمرجي بكارهناني أو مفهوم كلي كهازابت لجزياتك يخويدة لجزياتي مفهوم كلي ده باشا إيه استلي ركانة ده تماشا دكي هذا بنا بم توجيهي دا دندريا بو مفهوم كلي كسط ذكا بسر زوران دا بلان بمرجي بكارهناني أم هذا لجزياتك ده باشا لجزياتي يعني لجزياتي مفهوم كلي ده وكو مثلا بلان حيواني ناطق إسي حيواني ناطق أما داندراو بو مفهوم كلي كإنسان بلان بشرتي تي بشرتي بكارهناني لجزياتك ده كمثلا زيد وعمر وبكر وشي لنتيجة دا لفظي هذا جديد دا داندراو بو مفهوم كلي كمشار إليه كي باشا يا أوي كبقنج بو إشارة باشا بلان بشرتي بكارهناني لجزياتك ده وكو مثلا ظلي هذا الرجل هذا الغلام يا مثلا هذا زي الدنيا هذا عمرون أبم شوية جاء دقت كم جاء سئوى نتيجة من داداتي باشا كاكا جاء دلي يا داندرا أبو أمو فمو كلية بشرتي بكار قثنكي لجزياتي أمو فمو كلية دا أما أو يا نخي داندرا ولكل جزئي باشا يا أم لفزي هذا جاء أما لم بوچون دا بوچون متقدمين هي ومتأخرين هي لبوت أما بوتوني متقدمين أو كلفزي هذا كذا دندري بو مفهوم كلي بلان بمرجي بكارجتني لجزئيات كذا لجزئيات مفهوم كلي كذا أما بوتوني متقدمين كلاجل أم بوتونا دا سعدي تفتازاني برحمة بها يا أما يدوميان بوتوني متأخرين ومحققين كذلا هذا لأصلاب أم بابتي دندراوا بلان لبناء أم متأخرين دا سيد شريف جوجاني برحمة بها يا جادلي يا نخي لفظي هذا داندراو لكل جزئي باشا لكل يعني تي يعني داندراو مثلا الرجل لمثالك هذا الرجل دا باشا عفو هذا لمثالك هذا الرجل دا داندراو مثلا بونمونا وكدبيني بوتي بو هر جزئيك كلام في مكليك داهية باشا مثلا بو رجل يا داندراو بو غلام بوضع داندراو بو رجل بوضع داندراو بو غلام بوضع داندراو بو فرس بوضع داندراو بو زيدي بوضع داندراو بو كتاب بوضع داندراو بو قلم هكذا هرب وشو بروه ايه باشا يا اويا اويا ايه زهر زهر تاكا باشا ايه بو لواقدا بو هر جزئيكا باشا بو هر جزئيكا منه التي لا مفهوم كليك هاك هاي من هو بنو مفهوم كليك يا نخي أم هذا داندرا وبو مفهوم كلي بشرتي بكارهناين لجزياتي أو مفهوم كلي دا يا نخي داندرا وبو هر جزئيك باشا بو هر جزئيك منه لا مفهوم كليك إيه زرتك إتر ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي
باشا ولا في واحد من جزئياته لا نسخيج كدا هاتوا ولا في واحد من جزئياته إيه أما نسخة عوشات ولا نيجي معناه إيه لنتيجة ده بودك إن كاكا إبهام لمفهوم كلية كدانية كهذا بوتي دان دراو بو مفهوم كلي باشا تي بكار هناني لزوزياتا كدا كزوزياتا كاني معلومة شا باشا ودوايا واحد إبهامي كجنية ليك دان داني جزئيات يوم مفهوم كلية ده إيه أي أمز أم إبهامك كتود الله هذا أوا أما إبهامي تدا واقعا وهل أثر أو إبهام ويتود بني ولما اسم إشارنا ودبن بمبهمات باشا إيه الزوج ساكا أي أم إبهام اللي شو صار تساوي قلتو عليه بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له باشا بل أم إبهامك هيا ستساوي قرتوا لجورا وجور بوني ولا متعدد بونو أفراد زوري موضوع لهوك وقتك بو جزئياتك دان دراوة يعني موضوع لهوك كهذايا بو جزئياتك دان دراوة كمثلا زيد وعمر وشي 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 إبهامك لو دا على واقع أو يعني لا 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 تعددي موضوع له وكويلا واقدة باش يعني أويك اسم إشارة كيبو داندراوة أو تعددي موضوع له باشا أو تعددي موضوع له لواقع دا إبهامك لردا درس بو باشا إيه يان يا إنما نشأتي خلاصة كلام من تعدد المستعمل فيه أولا دا لواقع دا باشا يا نخير إبهامك لو سرساو دقل لتعددي مستعمل فيه كوي كوا تيدا بكار دجيلة يعني وقت كوا خلاصة كلام دان درابي بو مفهومك كلي جاء من تعدد الموضوع له أو كدان درابي بو كل جزئيك لو أو دان درابي بو جزئيات مستعمل فيه كقيد بو مفهوم كلي كا. يعني أم إبهاما لخد موضوع له وكدان نية لواقع لشوكو مفهومك كلي باشا إيزو تاكا لا واقع نفسنا بلا إبهامك كحياة لإساء لا هذا داو بأرجو الإبهامك كلا دتيت لنتيجة دا تماشاك إبهامك سرشاوكي لو وياك موضوع له كزايا وقت داد أندري بو جزئيات أو تعددي موضوع له باشا أو تعددك لموضوع له كدا هيا خلاصة كلام أعلي لدى إبهام دول الزبيت يا أويك بكار دجيريت باشا بو مفهوم كلي تعددك لو تعددها كبكار كهيا خلاصة كلا إبهامك دول الزبيت جاء أويك إما دبينين فتوصيفه بالرجل يرفع هذا الإبهام توصيفي هذا هكذا النوبو هذا توصيفي هذا بكلمة الرجل كذلك هذا الرجل أو يرفع هذا الإبهام أو إبهام لا دبا كالتعددي موضوع له وكيا مستعمل فيه كدرس دبيت باشا للإبهام الواقع في الموضوع له من حيث أنه موضوع له نق أو إبهام لا بريد كوا لخدي موضوع له وكدا هيا كالأصل لا داندراوة لو جيتوك موضوع له باشا يعني جي يعني أو إبهاما حتى لا موضوع له وكدا هيا مثلا تماشاكا حتى لا موضوع له وكدا واقع دبي يعني ما بس يبين جزئياتك أنا باشا بو نمونا باشا جاء أويا خلاصة كلام وقتك وتو لفظي هذا بكارديني باشا حال أرزم دبي ليرا كان دا كإبهامك لم هذا دا لواقع نفس الأمر دا ديتا دي أم إبهاما كلواقع دا كهيا لتعدد موضوع له كويا باشا يا لتعدد مستعمل فيه كويا دلو الزبيت نق أو إبهاما باشا نق أو إبهاما كواقع لخد موضوع له كدا لو لحاظة وكوا موضوع له باشا إيه جاء ليرا كان دا أم وصفة أم كالرجل بو هذا دهين دريتواني أم إشارك على واقع ده يعني ديني كتو اسم إشارك موصوف كربا الرجل وديني أو إبهاما كوا
لتعددي مستعمل فيها كدا هيا يا لتعددي موضوع له كدا هيا خلاصي كلام إبهام الأدبة نق أو إبهاما باشا نق أو إبهاما كوا واقع لموضوع له كدا باشا إيه زوتك چونك لواقع دا هازاك لأصل دا أما إبهامي تدانية بو چونك أم لأصل دا دان دراوة بو مشار إليه يك مذكر جا حقيقي بيا حكمي بيت أما الزاتي خوي آأوا إبهامي تدانية بلا من بكاري دا قدم مثلا بوتي لو بكار قلتنا دايا يا موضوع لهوك و مثلا جاري و بوزيدي بكار دقرم جاري و بخومي بكار دقرم جاري و بوتوي بكار دقرم جاري و بوئي بكار دقرم ادي رداء إبهامك الجزء منها خدي لفظك لو جهته كموضوع لهو او إبهامك داني لواقع لتاوك الرجل بي ام إبهام العبدت لنتيجة دا تعريفك ابن حازم تعريفك كاملة وتعريفك درستة وتعريفك صحيحة لبر اوه إبهامك ما بستك إبهامك رسوخي هبد ريشي هبد ولا موضوع له وكذا لا لو معناه ذاك أو كلمة بودان دراوة دليل نتيجة دا أو معناه كإشارة كدنا بو مذكر باشا بلفزي زا كزاي بودان دراوة أو إبهامك كداني لو وكذا بلان بلا باعتبار جزئياتك كجارك بو زيد وجارك بو أمر وجارك بو تيو يا باعتبار أو بكار هناني كوا مثلا بو هر دانا جزئيك لو مفهوم كلية مثلا بكار دجيري لأثري أم بكار قثنويا إبهامي حاصل دبيت جا أم جا أو إبهامك حاصل دبيت كلخدي موضوع له وكدانيا بل بوك زاكا وصفيك وكو الرجل وبينين راسا أو إبهام الأدب بلان ابن حاجم لتعريفك دا مبسي أو إبهام النية چونك أوا لواقع دا مبسنية وتميس أصنع أو إشناك تميس كاري أويا كلمة كالذات خويدا بو معناك دا دندري بو مرجع أو كلمة كبلبو معنا داندرا أو معنا لذات خويدا إبهام تدابي أو تميز دا أو إبهام دفع دكا نق أو كلمة دوا أوي كجارك بوشتك داندرا وجارك بوشتك داندرا وجارك بو جزئك داندرا وجارك بو جزئك داندرا وجارك بو جزئك داندرا يا بوضعك بو فرسي يا بوضعك بو رجل يا بوضعك بو قلم يا بوضعك أم تميز أم إشناك بله أو وصف ليرة دا دبيت وصفك كاشف كفرد لا دا لو إبهاما كإبهامك راسخني لمعنى لمعنى أو كلمة دا إبهامك راسخني لموضوع له وكذا جابوا إلى نتيجة دا بمستقل بلا وصفي مبهمات جدت يتدروا يعني تعريفك هر تعريفك جامع معنى على وكذا أما بكرتي زوري شي بيجو بلان بيويز بو عندك من توضيح دم لخزمة إيوي برزو خوش ريستا وكذا يقع بلا بسم الله الرحمن الرحيم بلى بامتي كتوضيح جزئيه بدم بلى للابهام الواقع في الموضوع لو بنحس انه موضوع بلى او ابهام لا دباكوا لاثري بكار قتنكوا تعددي موضوع لو قيام مستعمل فيه كودر الزبيد نك ابهامك قبل واحد لموضوع له وكذا لو جئته كموضوع له باشا يعني إبهام تود بيني كمثلا لموضوع له كذا كذابت يعني مثلا لجزياتك يا مثلا دبيني إبهام واقع دبي إتر وقت تو مثلا زابا كارديني باشا إتر نازاندري ما بز لكاتي بكار يعني أم لفظة لو جيتو كأم لفظة بوي داندراوا شيء لواقع دا چونك تو ديتمان لمن حاليبو كأم لفظي زايا أم هازايا بلين باعتباري هر وضعك معناك معين دا جابوية إبهامك بجوري استعمالك پيدا دبيت كجارك بوشي بكارديني جارك بوشتيك بكارديني جارك بوشتيك بكارديني إبهامك أويا يعني إبهامك عارزية إبهامك راسخني للفزي هزادة هبية تاوكو إستيك وصفك دفع إبهامك بك چشب وتعريفي تميز دلسك نا ذاتي خوي
دان دراو بو مش إشارة كدن بو مذكري مفرد تاو أول ذاتي خوي حشتي كي تدانية حش إفهامي كي تدانية صريحة باشا بلان أو كتب بوتي بكار دقري يا موضوع له أم زايا تعدد في دارك جاري بوشت هر جاري بوشت هر جاري إفهامك اللي دانت بزبيت كأم زام بلام حاسا أو تشي ولا بلام أو بياوية تبي رجل ويني جا راستا الرجل دفع إبهام دكا بلان أو إبهاما مبزنية كوا للفزي هازادا كاتي خوي داندراو دارجراو كبو مفردي مذكر داندراو بلاي لكاتي دارشنا كيدا ولا إبهاما كلمة كدابو بأننا أصلا وأبدا إبهامي تداني لذات كلمة كدابو بلان أو إبهاما بجوري بكار قرتنو تعددي موضوع له وكيلا واقعي أبيدا دبيت هروكو بيشتريش لبعصي جارية تندا لرأيت عين جارية تندا اشتك هاو شيء من بيان كير احتراتك. وكذا يقع به الاحتراز عن أتف البيان في مثل قولك أبو حفص أيبانيا عمرو دوبارة برسيارش كدروزة بدلية أم تعريفي ابن حازم تعريفك دوبارة سقط دوبارة أتف بيان كيف تناو أم تعريفه بوتشون كأتف بيانش إبهام دفع لك مثلا كدو لي أبو حفص وتوزع الله أبو حفص زور زور دار أيوانيا زور نقول لو قد هل حلنا ونصر كان دا أواني كالزاناني قديم دا كتاب يعني زور كسبانه كمثلا كنيك أبو حفص إيه ديم زال لواني يشي لواني كعمري كوري خطاب رضا ورحمة خالبة كنيك أبو حفص ديك قلت لا أبو حفص أيوانيا إبهامي كالي ركان دا كاما أبو حفص أيوانيا كاما أبو حفص وقت كوت عمرو عمر أو كليرة دا عطف بيان أبو حفصي أدو لنتيجة دا وكو ديتمان أيوانيا زور بواضحي وبروني أم عمرات دفعي إبهامي كي كرت جا لنتيجة دا بوب أو برسيارة كأم تعريفي جنابي ابن حاجب تعريفك جامع مانعني أها عطف بيانشي كرتوا واتا عطف بيانش هرده في إبهام دكات باشا كتميز ديك چونك كتب لي أبو حفظ مراد لأبو حفظ شي نازاني ما بس شي لأبو حفظ نازاني تانا لي عمر معلوم يكا أو أبو حفظ كعمره بلا وقت يكتد عمر إتر أو دركو دلواقع كما بس في عمره أبيش دوبار الشارح ده فرمي وكذا يقع به الاحتراز عن أطف البيان في مثل قولك أبو حفظ عمرو هرب وشي واقع ده به بمستقر لتعريفك ابن حاجب دا خوب دور قرتن و پرز قرتن لچي لعطف بعني عطف بان نايتن او تعريفك تاوكو تعريفك خلالي كي بيواريز ببه رخنيك و ايرادي كي بچه تسر بو لبيني او داكتو دلي ابو حفص عمرو بو لواقع دا ناكي وتبر تعريفي تميز أخذ لكاك فإن كل واحد من أبي حفص وعمر موضوع لشخص معين لا يفهم فيه هر دانيك لأبو حفص يا لعمر باشا دان دراون بو شخص معين لا يفهم فيه كيف هم يتداني لواقع دا باشا إيه بلام أي يفهم لك دا في دابوا راس أبو حفص بو شخص معين شوك كنية بعلم دان دري كنية وعلم لقب أيوانيا سرقونيا كان بقولي كل تاريخ وما كذلك باشا آموزا وبرزا وخالوزا وممكزا وأمانا لواقدا يعني تشارتشي ويكن أيوانيا أمانا هم معرفا أصلا إبهامي تدين كبو بمعرفة أي باشا أم عطف بانا دفعت إبهامي دكا بوتي هاتوا أيش دلنا أما كاكا أبو حفص عمر هر دانيك دان دراون بو شخصك معين ودياري كلاو كإبهام نية فيه لو شخص معين دا لكن لما كان عمرو بلان أوي هيلكاتك عمر أشهر منه مشورتلا منه لأبو حفصي زاول بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص لعدم الإشتهار للإبهام الوضعي لا دتشي بذكر عمري أو خفايا شاراويك ولأبو حفص دهيا لبر مشهور نبون شكا او عندك او ذاتها خويد رازي به بعمر مشهوره بابو حفص عنده مشهورنيه بتخفايا كيري بدا
لعدم الشاري باشا زال بذكره الخفاء الواقع في بعض للإبهام الوضع نكي إبهام الوضع بهام الوضع تلان يتوقف لو الله عمر هذا بدفعي إبهام كتبه لنتيزة دعا وبم دفع إبهامي استي خلاصي كلام تميز تعريفك خراب به وتميزك أو إشادك عطف بانج بك نا أو أبم شيوي وبو شيوني إيه زؤل بجي جا أمجا دفعهم توضيحه وتنيا بينوا التمييز ما اسمك كوا يرفع الإبهام المستقرة لا دباد إبهام كوا راسخا لمعنى موضوع له وكذا جاء أو معنى جاء لا دباد التي لا دباد أو إبهامي التي دفع دكا باشا عن ذات ما بس في أوي كما متعلقة بتشوا بيرفع ووا أو دفع أو إبهام دكا رفع إبهام دكا التي ولا عن ذات باشا لا عن وصف يعني الدفع مهام دكا لزاد ديكا نقل وصف باشا دفع أم إبهام دكا التي لزاد نقل وهم نقل وصف عفو باشا زاد قد كن واحترز به عن النأت والحال آه فإنهما يرفعان الإبهام المستقر الواقع في الوصف لا في الذات أما بم 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 بمتيكي عن ذاتين خوي بدور قد به أستثب عن ذاتين لنأت لحال فإنهما أمدوانا يرفعان الإبهام المستقر الواقع في الوصف لا في الذات أو إبهام كجيجيرا وهي لوصف دا نقل ذات دا أمنعت حالا أو لا دبا لواقع دا باشا إيه مثلا قد جاء زيد راكبا راكبا دفعي زي إبهامي ناكا كلا زيدي داهية أيوان يا إبهامي كيكا لوصفك دا شون هات باشا جاء أم وصفك دا ذلا عن ذات لا وصف وصف ما بس في هيئة ما بس في أوي لواقع دا باشا إيه يعني أو هيئتك و توددي كوا زيد شون هات أو هيئتا دي حال أو إبهاما لولا دبع لواقع دا باشا إيه زوجتك نقل لخد ذاتك چونك خد ذاتك إبهامي تداني اللي بدا إيه زوج باشا طب وتحقيق ذلك أمجا تحقيق أمك أم هيئة نابية تتميز أم وصف نابية تتميز باشا وتميز دفع إبهام دك لذات نق وصفك بك أن الواضع مثلا بونمنا مثالي كباش دينتو أن الواضع لما وضع الرطل مثلا لنصف من فلا شك أن الموضوع له باشا معنى معين متميز عما هو أقل من النصف كالربع وعما هو أكثر منه كمن ومنين ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته أي جنسه فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه من جنس العسل أو الخل أو غيرهما وإلا من حيث وصفه فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه بغداد أو مكي فإذا أريد رفع الإبهام الوصفي الثابت فيه فإذا أريد رفع الإبهام الوصفي باشا كوا الثابت فيه بحسب الوضع أتبع بصفة أو حال فيقال رطل يا رطل بغدادي وإذا أريد رفع الإبهام الذاتي قيل زيتا فزيتا يرفع الإبهام المستقر عن ذاتي أتاوليت اللنعتي والحالي فإنهما يرفعان الإبهام عن الوصف زور توجيهي جوان عالمان ركبك على حقيقة يويد الله تماشاك واضع بون من واضعي تماشاك إيه تماشاك على واضع لكاتك دا رتل يا رتل دانا و بونيومن يعني أويك رتل يا رتل نيومنا جا حلبتا أو نازان استيلا أبو أختي كمان من هالبوم أم دستواجانها بون يعني أم كلمانة بكار ديانان منيك باشا بقرآن من جوانم لبير نماوا آية داخو أو منا آية مثلا چند بوا چند نبوا بلان پیوانيكي مخصوص بو باشا
بلا واد زانم من فرق يان بيت شوين تا شوين فرقي ببيت دانا زمن 3 كيلو بو چنده بو بخدا جوانم لبير نما من چونكه سي ايشي بيناك له واقع دا بلان اوام لبيله اوام لبيله كباس يان دكر له واقع دا هندي شد بو يعني اوكاتا پیمانه یک بو که دانگود لباری شرعی و سو هشتا مسقاله بلان لعرف هنده جار تا دو سو هشتا داروی باشه بلان نازم با چیلو چنده ده گتو آیا سی بو کمتر بو دو بو چنده بو لبیرم نماوه ای سرات المانه هیه که لکتب فیق کانیش ده بونم لمسابی شافه ده لباسی مثلا او ده ایم دی بینین باسی رتل دکلیم ای بانیا رتل یا رتل وقت چتیک هدو لغتك هات بیت إذا تلوظي رطل دانا ومثلا بو نيومن ذور باش دي شك نية لو دا كأن الموضوع له معنى معين موضوع له وكاكا رطلة معنى يكدياري كلاوي هي متميز جيا كلاو ثانية عما لشتك هو أوشتا أقل من النصفي كلا نيو كم تلوكو كالربعي يعني وقت دالي رطل نيومن ربعي من نية وعما هو أكثر منه كمن ومنين ولشتيكش كوا زورتدا باشا لوي وكو من ومنين خلاص الكلام لوجه جاكرات مثلا كدول الرتل لواقع دا بوني ومنا أيوانيا منو دومن ناقريتوا أما معناه كدياري كتاوا إيه زورت شاكا ولا إبهام فيه وإبهام شيتي لأنه بقشتي إلا من حيث ذاته والأخوار وإلا من حيث وصفه مجر للايني ذاتك وذاتك يعني أي جنسه للايني جنسك وجنسي أو رتلة والأخوار شو مجر للايني وصفك يعني هيئتك باشا فإنه لا يعلم منه بحسب أنه من جنس العسل أو الخل أو غيرهما مثلت الله الرتلك اللي كان دا إبهام لخدي معنى رتلك دانية كان يمنى شوك أمر رتلة بون يمن بكارده بربع ربعي من بكار ناجيري بوزياتر لنسبش كم من ومنين بكار ناجيري معلومة بلان للحاز ذاتك يوا لأن لحاز جنسك يوا باشا بلا إرادي تد إبهامي تدايا چونك الناس عندنا منه لو رتلا بجوري وضع أنه من جنس العسل أو الخل وغيرهما آية لجنس عسل أو رتلا يا لجنس خل سركيا لغيري أوانيا ولا من حيث وصفه يا مجر أوكي إبهام تدابة للاني هيئة وصفك يوبد شوكا فإنه لا يعلمونه بحسب الله أنه بغداد أمك شوكا رتلك جوايا بغدادي مان هي شامي مان هي مكي مان هي زور انت هر ولاته خوي هيئتي لواقع دا باشا آيا بجواري وضع أو بغدادي يا مكية باشا دي أمزا وقت بمان هي أم إبهام لابرين كلا جنس لوصفك دا هي فإذا أريد رفع الإبهام الوصفي باشا عفو فإذا أريد رفع الإبهام الوصفي الثابت في وقت مبزبط دفع إبهامك كوصفي وصابد هيا فيه لرتل دا دفع إبهام بكده بجواري بحسب البجواري وضع أتبع بصفة أو حال تو اتباع دا كده يعني بدوي دا هندر صفة جا حالك تو لرتل بغدادي يا بغدادي أو بغدادي صفة ياد بغدادي دا بتحال أيوان يا بلا وإذا أريد رفع الإبهام الذاتي بلا أجا وقت بدها رفع إبهامك ذاتا هي يعني لباري جنسك أو رتل جنسك تولي عندي رتل أو رتليك للايتو ما بس أوانيا كما بس نيومنا أو نيومنا تشي تدايا أو جنسك ولا وتو ذلك قيل زيتا يعني عندي رتل زيتا أو دزف زيتا يرفع الإبهام المستقر عن الذات لن نعطي والحالي أما الزيتن لردا أو إبهامك واللزاتك داهيا نقل ناتو حالك دا اللاي دبات شنك فإنهما ناتو حالك يرفعان الإبهام عن الوصف يكو باسما كر دف إبهامك دا كان لوصف جا بوي تعريفك التوابي أم دو ختم ماوا جا أم جا بنفس تعريفك التمييز التميسيا ما اسمك كوا يرفع الإبهام لا دبات إبهامك كام إبهام المستقر إبهامك وجيجيرا يعني لما معناه موضوع له وكذا هي باشا جاء دفع إبهام ده كله شيء عن ذاتي وكباسم كله إعرابك إذا تعلو ده بس يبوا بتشوا
با يرفعوها أو إبهام لا دبا لذاتك جازاتك مذكورة أو مقدرة أما أنا مذكورة أو مقدرة ثلاث صفتان لذات دو صفة بوزاد يعني لإعراب كيدا ذاتك صفتي ومذكور بها صفتي ومقدر بها باشا داو استب بحثي كين أرزي بلح خومكم إشارة إلى تقسيم التمييزي أما أماجيبو دابش كدني تمييز فالمذكورة نحو رطل زيتا أجر إبهامك مذكور بيت لذاتك دابيو دف إبهامك لذاتي بكريو كذاتك ذكر كرابيت مذكور بيوك رطل زيتا أما وكرة زيتا أما ليرا دا إبهامك لرطل دايو مذكوري جا وكرة زيتا إيه والمقدرة مقدركش يعني كذاتك مقدر به باشا وكو طاب زيد نفسا فإنه في قوة قولنا طاب شيء منصوب إلى زيد أما طاب زيد نفسا لهذه أودايا باشا كبلي طاب شيء طاب زيد نفسا طاب زيد كبلي طاب شيء باشا چونك إبهام لطاب دانية ولذات زيد جدانية باشا أما أويك مبهما شتيق مقدرة ليردا كذات مقدرة كيف يلا باشا چونك معناه كي أويا يعني طاب أمر من أموره أمرك لأمور كاني زيدي خاوينة باشان تفسيري لك لتوانك أو أمريكا زيد لو أمر دا خاوينة ولو بابتا دا خاوينة بابتك لبابتكاني زيد كخاوينة باشان ديت دكا شكاري ودكارون يكتو ايوانيا دوايا دف إبهامك دكا بتي بنفسا ونفسا نرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه نفسا دفع إبهام دكا لو دفع دكا إبهامك لو شتيك ومقدرتي دا لتعب زيدون دا باشا إيه زرت ساكا أول ليرة دا دمه كوتا قسم بلا خزمتان دا أوليكا لهند الكتابة كان دا دواء بغوشي دا إدامة بحثيكا كا إما ديت من لهند الكتاب دا الدالة دفع إبهام دا كا لمفرد يالا نسبة الجملة دا هاو ذات مقدرة كبارك في أوليكا زو إن شاء الله دا دواء ديالة مثلا بونمونا دلاء فالأول عن مفرد مقدار غالبا باشا والثاني عن نسبة في جملة أو ما ضاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.